طيب برضو نحن بنسأل عن النفقة المطلوبة، يعني التزام الرجل بالنفقة والإنفاق على الزوجة. أي على حسب دخله. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. لينفق يعني الزوج بقدر استطاعته، قدر دخله، ما يبخل على زوجته. بل عنده قدر ما يقدر يبحب على ولداته وعلى بنياته وعلى زوجته على حسب دخله. كمان مطلوب من الزوجة ما تطالب زوجة بإلحاح شديد عشان ما يمشي يدخل في ديون، والزوج لما يكون مديون بيهم بالليل ومزلة بالنهار. يعني تصرف في حدود دخل زوجة. تنظف فيه زوجات ما شاء الله مدبرات، تلقى مرتب زوجة بسيط لكن عايشين في أمان الله. وفي زوجة مبذرة تلقاها الدخل كبير وبرضه حالتهم صعب. دي توقف على تدبير الزوجة مدبرة، ترتب كيف، تنظم ميزانية البيت كيف، وحالة الملح كيف، وتنظمها كيف. طبعا دي